الآليات الأصايل والمسافة هي المعتادة لهذه الفئة العمرية مسافة 8 كيلومترات. نبحر بمشاهدينا الأعزاء عبر من يتابعنا في القنوات الناقلة لأحداث هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المرموم التراثي الذي يأتي أيضا في عام 2016. نسير مباشرة إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول. هنا تتقدم على الصدارة مستوى على المركز الأول، تنطلق على مستوى العالي بمقدمة هذا الشوط من هجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما يليها في المركز الثاني اللي تتقدم على ثاني المراكز الشاهنية اللي تأتي على المركز الثاني بشعار سيدي، أما بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، ويتولى عملية تضميرها سعيد بن سالم بن المر السبوسي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما انتقل إلى المركز الثالث القادمة والمتدخلة. هناك منصورة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن مروشد اللي يتولى عملية تضميرها على المركز الثالث، بينما انتقل إلى المركز الرابع. المركز الرابع اللي تتقدم عالية بشعار سمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد آل نهيان ويتولى، أما أيضا سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها مع المركز الرابع، بينما انتقل إلى المركز الخامس. خامس المراكز اللي تتقدم في سوقه بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقودها في عملية التضمير والتدريب مع المركز الخامس، بينما انتقل إلى المركز السادس. سادس المراكز اللي تأتي هنا الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها على المركز السادس، بينما انتقل إلى المركز السابع. سابع المراكز القادمة هنا ديمة من هجن الرياسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما انتقل الى المركز الثامن لأتابع المسيرة وأتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات القادمة. مشغلة بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما أتابع القادمة هناك والمنطلقة بكل قوة الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما اختم النداء مع المركز العاشر في هذه الجولة الاولى مع الزتاتي من هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. هكذا هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى، أتممناها لحضراتكم مشاهدينا ومتابعين الأعزاء. أعود إلى الصدارة وأعود إلى المركز الأول. هذه هي مستوى من تقود المشاركات وتنطلق على المركز الأول من هجن العاصفة من إمبراطورية العاصفة، تأتي على المركز الأول بمتابعة الواثق حمد
محمد بن راشد بن غدير من يتابع هذا الشعار الذي صال وجال بالإنجازات المشرفة في هذا العام. ها هو يتقدم الواثق بالشعار الملكي مع المركز الأول وكنجا أيضا الأرقام من يتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما انتقل إلى المركز الثاني لأتابع الغادمة والمنطلقة على مستوى المركز الثاني منصورة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن مروشد اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها مع المركز الثاني، بينما انتقل بمشاهدين الأعزاء وأتابع الغادمة مع المركز الثالث في هذه اللحظة الشاهينية بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم. المكتوم يتولى عملية تضميرها، سعيد بن سالم الينيبي هو من ياتي ويحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع الغادمة والمنطلقة في هذه اللحظة اللي تغير من مركز إلى مركز آخر، هذه هي صوغة بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بالصايغ المزروعي يقودها في عملية التضمير والتدريب على رابع المراكز، بينما المركز الخامس الغادمة والمنطلقة هنا عالية عالية بشعار سمو الشيخ نيان بن ذياب بن سيف آل نهيان ويتولى عملية تضميرها وتدريبها الصادق فضل الأمين على المركز الخامس، بينما المركز السادس المنطلقة في هذه اللحظات نديمة من هجن الرياسة وسهيل بن دري الفلاحي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما حصل دخول على المركز السادس في هذه اللحظات لي معزة من هجن العاصمة وحمد بن راشد بن غدير اللي يقود ايضا اللي هي معزة على مستوى المركز السادس في هذه اللحظات، ايضا تراجعت على المركز السابع، هذه هي ديمة من هجن الرياسة وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، اما المركز الثامن الغادمة والمنطلقة هناك الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن اللي يتابع هذا الشعار على مستوى المركز الثامن، المركز التاسع الغادمة والمنطلقة بكل قوة في هذه اللحظات، هذه هي مشغلة بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما أتابع المركز العاشر، المركز العاشر الغادمة والمنطلقة في هذه اللحظة الحذرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد واصل مع المركز العاشر، هكذا ندائنا هكذا صراعنا في هذه الأمسية، وأعود إلى الصدارة أعود إلى صلب المنافسة، الله 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 هذه هي على الصدارة كما تشاهدونها مستوى على الصدارة محافظة على مستواها بالمركز الأول من إمبراطورية العاصفة تقدم هذه النجومية الفاخرة والمتميزة، هذه هي مستوى من هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الواثق من إمكانياته الواثق من تضميره يتقدم على الصدارة، المركز الثاني القادمة والمنطلقة في هذه اللحظة الجميلة، الله صوغة على المركز الثاني بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقودها في عملية التضمير والتدريب، المركز الثالث هناك المنطلقة بكل قوة الشاهنية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم المري والمركز الرابع اللي تدخلت في هذه اللحظة
اللي هي معزة الغادمة بشعار إمبراطورية العاصفة. وحمد بن راشد بن غدير يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس اللي قادمة اللي تنطلق من صورة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن مروشد اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. ولكن بعود إلى الصدارة، بعود مع سوقه 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 من غيرت على الصدارة، غيرت على المركز الأول بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. الجنتلمان هنا يتقدم المشاركين وينطلق بالصدارة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، وهذه هي سوقه سوقه على الصدارة. والقادمة معزة من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث هناك المنطلقة بكل قوة في هذه اللحظة منصورة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن مروشد اللي يتولى عملية تضميرها. ولكن سوقه سوقه على الصدارة، سيطرت مع المركز الأول مع البداية الأولى بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. الله يا سوق الأمتار الأخيرة، معزة قادمة على المركز الثاني. واللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، سوق سوق سوق، سلام سلام، تهانينا والناموس إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. تهانينا لأبو هزاع على هذا الفوز والانتصار، وتهانينا لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي على فوز سوقه بالمركز الأول. وسلام يا مدينة التراث. المركز الثاني معزة من هجن العاصفة، والمركز الثالث اللي احتلته الشاهنية بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم. المركز الرابع اللي احتلته اللي هي أيضا الحذرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. والمركز الخامس، المركز الخامس اللي أتت في ديمة من هجن الرئاسة. هكذا هي النتيجة متابعينا الأفاضل. نعود بالتوقيت الزمني الذي تدون تحت أقدام سوقة قاطعة 8 كيلومترات في زمن وقدره في 12 دقيقة 25 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. تهانينا لأبو هزاع على هذا الإنجاز المتميز، وتهانينا لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الذي رافق سوقه. بينما المركز الثاني أتت في معزة قاطعة مسافة السباق بزمن وقدره في 12 دقيقة 25 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لإمبراطورية العاصفة ومضمرها حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثالث اللي احتلته اللي هي أيضا الشاهنية قاطعة مسافة السباق بزمن وقدره في 12 دقيقة 29 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، وتهانينا لسعيد بن سالم لينيبي على فوزه بالمركز الثالث. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات متواصلة. شوط الختام مشاهدينا الكرام في هذا المساء بانطلاقة هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة والأمراء هنا على